السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا بيهم أسر كتيرة وبيأثر على حياتهم ومعيشتهم. النهاردة بنجد كثير من المدخنين بالنسبة لارتفاع أسعار السجاير بدل ما بيخف بيزيد، وده بيأثر على بيته أسرته يعني وأطفاله وحياته ومستقبلهم. والطفل لما بيطلع بيجد أبوه مثلا أو عمه أو خاله بيشرب سجاير ما بيفكرش، بيشوف من وجهة نظره إن هي دي معنى الرجولة، إن هو لما يشرب سجاير هيبقى مقلد أبوه عمه خاله أخوه الكبير، وبيتهيأله إن هي دي المنفعة ليه. فأنا بنصح أي حد من المدخنين إن أنت مثلا لو تقدر تخفها او لو انت تقدر تبطلها خد القرار، ما تصبرش كتير لان ابنك بيطلع بيجدك ان انت بتدخن بيعمل زيك، شيء طبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.